كطبيبة تغذية، أنا أختار نسلي كونتري كورن فليكس لعائلتي. أما أنتم، ما هو سر اختياركم له؟ والله طعمه رهيب. وجبة أساسية. أبداً كارنيش بالحليب. وفيها كل الفيتامينات الموجودة اللي هي تديك النشاط في الصباح. ما بدي أقول لك عمري، بس من زمان من زمان. حط عليها موز وعيش يا معلم. كان مرة لذيذ والأولاد يحبوه. قرمش رهيبة. في كالسيوم بفيد أولاده. جيد ياخذ واحد. كل ذلك يجعل نسلي كونتري كورن فليكس رقائق الفطور الأول في السعودية.